رمضان كريم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين أهلنا. اليوم راح نوريكم نموذج حي في إفطار جماعي في قضاء شمشمال اللي تابع إلى سليمانية، وعلى وجه الخصوص المائدة الكردية. من أشهر الأطباق اسمه طبق يسمى قرى خرمان اللي هو الحنطة الخضراء. سموا بسم الله. بسم الله. بين أهلنا الليلة 6:30 بتوقيت بغداد على أم بي سي العراق وشاهد. رمضان يجمعنا.